هيا بنات واحلى بنانيت شيرو في الدنيا دي كلها. ايوه احلى واجدع بنانيت شيرو في العالم ده كله. انا النهارده جايه عشان اقول لكم ان احنا وصلنا 100,000 على اليوتيوب. انا مش مصدقه ان احنا بقينا 100,000 بنوته على القناه شيرو محمد على قناتي على اليوتيوب. انا فرحانه جدا وبحبكم جدا جدا جدا، وبشكر كل بنوته بعتت لي رسائل تهنئه على الانستا وبعتولي الفيديوهات الحلوة دي. انا اللي بحبكم جدا وبعشقكم جدا على دعمكم ليا وتشجيعكم ليا، وكمان الرسائل الجميلة اللي انتوا بعتوها لي على الانستجرام. انا مش عايزة اكتر حاجة من الدنيا غير حبكم ليا ودايما تشجيعكم ودعمكم معايا، وعشان انا مبسوطة جدا. Please no no no. والنهاردة بقى يا بنات عشان خاطر وصلنا 100,000 فهنعمل مع بعض كيكة حلوة كده لاحتفالنا ووصلنا ب 100,000 متابع على القناة عندي، فقلت لازم اعملها معاكم ونتشارك التفاصيل دي ونحتفل سوا. فيلا بينا. المقادير يا بنات اللي انا هستخدمها في الكيكة بتاعت النهاردة، هستخدم كوباية سكر و 350 جرام من الدقيق، وهستخدم 4 بيضات، وكمان هستخدم كوباية من الزبدة او 3/4 كوباية من الزبدة، وهستخدم كوباية من الحليب لان هعمل النهاردة كيكة الحليب. فيلا بينا. هستخدم بقى يا بنات في خلط المكونات كلها مع بعض، انا هستخدم الخلاط لان ماما مش راضية تديني المضرب بتاع الكيكة، قالت لي هتحرقيه وتبوظيه، وانا مش عارفة هي ليه فاقدة الثقة فيا. اي نعم حرقت صينية وحرقت حلة وحرقت حاجات كتير، بس اكيد مش هحرق المضرب. فهعمل كل حاجة في الخلاط وهحط كل المكونات فيها، فتعالوا بقى شوفوا انا هعملها ازاي، وان شاء الله هتطلع حلوة وجميلة. اول حاجة هحطها يا بنات هي كوباية السكر، وهحط كمان الزبدة، وهحط كمان يا بنات هكسر البيض او البيضة، تاني بيضة. انا مبسوطة جدا 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 بوصلنا لمئة الف بجد، ما تعرفوش سعادتي عاملة ازاي. رابع بيضة هحط بقى يا بنات دلوقتي الفانيليا، وهضرب الاول المكونات دي كده مع بعض قبل ما انزل بالدقيق. بعد ما ضربتها كويس جدا يا بنات هجيب بقى الدقيق هحطه كده عليها، او يا بنات وهبدأ احط كمان البيكنج باودر عشان يخليها كده منفوشة ومنفوخة وهشة. هضرب كده المكونات خفيف برضه البنات. هجيب بقى كوباية من الحليب وهحط كده نصها الاول كلها. بعد ما ضربتها كويس جدا يا بنات وجهزتها خالص، هبعد بقى الخلاط مش محتاجين المضرب في حاجة. هجيب الصينية اللي هعمل فيها الكيكة، ادي الصينية هي بنات، بس قبل ما احط هحط الاول شوية زبدة كده وادهن الصينية كويس جدا بالزبدة. اجيب بس معلقة عشان افرد بيها الزبدة كده كلها في الصينية. مبسوطة. هبدأ بقى اجيب الكيكة بتاعتي وانزلها كلها كده في الصينية.
25 دقيقة ل 30 دقيقة على درجة حرارة 175. فيلا بينا. 2000 years later. عايزة اقول لكم بقى يا بنات ما تزعلوش مني بجد، لان انا عملت الكريم شانتي وكنت مشغلة الكاميرا بصور والكاميرا فصلت وانا مش واخدة بالي، فبجد ما تزعلوش مني. بس هقول لكم انا عملته ازاي. جبت الكيس الجاهز بتاع دريم اللي هو الكريم شانتي عادي جدا، حطيت الكيس كله وحطيت فيما يعادل فنجان من القهوة حليب ويكون متلج، يعني يكون في التلاجة يا بنات، وحطيته على المكونات بتاعة الكيس وفضلت اقلب اقلب لمدة من 5 دقايق لست دقايق عشان اخد القوام اللي انا عايزاه، وسهل جدا عمايله. فانا دلوقتي هحطه في التلاجة لحد ما الكيكة بتاعتنا تطلع ونكمل سوا. 2000 years later. وطلعت الكيكة يا بنات من الفرن، طبعا هي طالعة بقالها شوية كتير، بس انا كان المغرب قدن فرحت فطرت واكلت وسبتها بقى لحد ما تبرد خالص. فده الشكل النهائي بتاعها. هبدأ بقى دلوقتي اقلبها كده في الصينية عشان نزينها سوا ونعمل الكريم شانتي عليها. فانا قلبت الكيكة كده، انا كنت هنساها اصلا في الفرن بس الحمد لله لحقتها، فانا قلبتها. طبعا هي من هنا احمرت شوية كتير، بس انا هشيل الجزء ده بالسكينة. فتعالوا بقى شوفوا انا هعمل فيها ايه. هجيب يا بنات السكينة المشرشرة دي بتاعت الكيكة وهبدأ بس كده ايه اشيل شوية من اللسعات الزيادة بتاعت الفرن، لان نسيتها واتلخمت في تحضير الفطار، بس انا لحقتها. لا تقلقوا عليا هتظبط، يعني دي حاجة خفيفة. احط الكيكة تاني كده تمام. هجيب بقى الكريم شانتي وافرده على التورتة يا بنات عشان يدينا شكل حلو. فهو جمد دلوقتي لما كان في الفريزر، هبدأ احط كده على الكيكة بتاعتنا وابدأ افرده بقى. والسيمبل. طبعا في بنات كتيرة جدا ممكن تكتب لي في التعليقات كنت اشتريها اعملي اكتر من كده، انا حبيت اعملها بنفسي عشان الحاجة لما بتعمليها بنفسك حتى لو طلعت مش اوكي او مش اجمل حاجة او مش واو بيبقى ليها احساس مختلف وشكل مختلف، فانا حبيت اعملها بنفسي وافرح بيها واشارككم كمان معايا الفرحة. ده تعالوا بقى نقطعها سوا وندقها مع بعض. عايزه اقول لكم يا بنات الكيكه طعمها حلو قوي. مش عايزه اقول لكم بجد ان الحليب مديها طعم حلو قوي، مخليها طريه من جوه، بس السكر كان محتاجة شوية سكر اكتر للناس اللي بتحب الكيكة تبقى مسكرة، اما السكر بتاعها لأ بالنسبة لي كده طعمه حلو مش مسكرة قوي، فمظبوطة وجميلة جدا. كمان عايز اشكركم جدا 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 ان انتوا وصلتوني ل100,000 وانا بحبكم قوي يا بنات. عقبال يا رب كده معلتنا تكبر اكتر واكتر واكتر ونفضل دايما مع بعض. وما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو وتقولوا لي كلمتين حلوين بمناسبة ان احنا وصلنا 100,000 في التعليقات. بحبكم جدا وبس والله.